هسه شلون؟ واضح؟ واضحة الصورة؟ نعم، استوعبت الصورة أصلا. تمام، اوكي، نبدأ إن شاء الله. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح نتعرف على عنصر جدا مهم بالإنشاءات، اللي هي التربة. الآن طبعا راح ناخذ الأعمال الإنشائية التي تجرى في التربة. التربة مثل ما تعرفون من أهم العناصر الإنشائية، لأن كون التربة راح تتحمل المنشآت، حمل المنشآت والطرق، يعني راح يسلط عليها اللود القادم من المنشآت والطرق، وأحيانا تستعمل كسدود لمنع تسرب وجريان المياه. والتربة أكيد راح تكون على أنواع مختلفة، منها ما تستعمل كما هو على حالته الطبيعية، ومنها ما يتم إجراء العمليات معالجات معينة عليها لتحسين من خواصها، حتى تقدر تأدي يعني الأداء اللي عليها بشكل كامل. زين، شنو العمليات الإنشائية؟ طبعا التربة أنتم ماخذيها بالثالث، يعني من قد ما هي مادة مهمة، أخذتوا أنتم مرحلة كاملة، أخذتوا مادة اسمها التربة، وأخذتوا خواص التربة، وأخذتوا عليها عملي همينة، وأجريتوا تجارب حتى تعرفون شنو كثافة التربة، شنو خلينا نقول الفراغات ما بين التربة، يعني خواص التربة بشكل عام أخذتوها. وهسه أنا أكيد كملتوها بمادة الأسس، هم تاخذون عليها، على اعتبار أن التربة يعني عنصر جدا مهم حتى تتحمل الأحمال القادمة من المنشآت ومن الطرق والمطارات، يعني بشكل عام من المنشآت. زين، شنو العمليات اللي راح ناخذها؟ هي عمليتين راح نشرحها خلال هاي المحاضرة إن شاء الله، هي عملية الحدل وعملية الترسيخ. عملية الحدل، احنا من نذكر حدل، يعني تقريبا المفهوم من الحدل هو شنو؟ إعادة ترتيب، يعني أكو فد شي مبعثر عندنا، إحنا نحاول نعيد ترتيبها بحيث يصير على شكل فد شي، يعني نصقلها من نحدلها، يعني كأنه دا نصقلها ودا نرتبها بشكل كلش زين، حتى نزيد مقاومتها ونزيد من كفاءة أدائها يعني. وعليه فإن الحدل ممكن نعرفها بأنه هو إعادة ترتيب لحبيبات التربة بطرد الهواء من فراغات التربة، يعني هو بطرد الهواء من فراغات التربة راح تزداد كثافة التربة، وراح تزداد مقاومتها، ويعني قدرة تحملها للأحمال المسلطة عليها. ممكن نسوي هذا، شلون ممكن نقدر نقوم، يعني شلون نقدر نسوي هاي العملية، نكمل هاي العملية، عملية الحدل باستخدام وسائل ميكانيكية مختلفة. زين، احنا من سوينا حدل للتربة قلنا انه نرتب حبيبات التربة، ودا نطرد الهواء من فراغاتها، ونزيد كثافتها. شنو أهمية كل هذا؟ ونزيد أدائها. شنو المجالات اللي ممكن نستعمل الحدل بها؟ عندنا مختلف المجالات. من ضمن المجالات اللي راح نذكرها اليوم، في مثلا في مجال السدود الترابية. انتو السدود الترابية اكيد اخذتوا، إذا ما ماخذين عليها بعد، إذا بعدكم ما متطرقين عليها، بس أنتم راح تاخذوها في المنشآت الهيدروليكية خلال هاي المرحلة. إذا بعدكم ما متطرقين، يجوز تطرقتوا لهذا الموضوع. عندنا أنواع من السدود، من ضمنها السدود الترابية، موجود بالعراق عندنا السدود الترابية، مثل أتوقع سد الهندية. اي نعم، سد الهندية هو نوع من انواع السدود الترابية اذا انتم شايفيها. في مجال السدود، يعني احيانا تستعمل التربة كسدود. في مجال السدود الترابية يفضل حدل التربة طبعا، لان بزيادة حدل التربة نزيد مناعتها لنفاذ الماء من خلالها، ونزيد مقاومتها لتسرب المياه، إضافة إلى زيادة قوة القص. وهذا راح يساعدنا على ثباتية السد وعدم انسلاقه بتأثير قوى المياه. ثاني مجال ممكن نستعمل بها عملية الحدل هي مجال الطرق والمطارات. طبعا هذا الشيء جدا واسع، وأكيد كلكم شايفين عن تشييد الطرق، يستعملون آلات حادلة دي يحدلون الطرق بها.
لأن راح يزيد من سعة التحمل إذا أنشئت على أساس مرصوص. يعني راح وأنتم يعني شايفين في بعض الحالات من الطرق، إحنا إذا نمر من الطريق نشوف أكو خصفات بالطريق، يعني خص يعني يصير الخصف بشكل جدا كبير، دلالة على أن الطريق أحيانا يعني هذا دلالة على أن الطريق محدود بطريق بشكل جيد. طبعا الحد يعني مهم في جميع، حتى في خلينا نقول حتى لو احنا حاضرين التربة في مجالات الانشاء، انشاء المباني كانشاء للابنيه هم يعني هم تعتبر عنصر جيد، بس هو اغلب الاحيان تستعمل الطرق والمطارات، لان في الابنيه ممكن يعني احنا راح نحفر على عمق كبير، وبالاضافه ممكن نعوضها، احنا راح نسوي اسس اساس قوي. اما في مجال الطرق والمطارات احنا مضطرين ان نحضر التربه بشكل جيد، لأن التربة نفسها بتمثل لنا الأساس. طبعا راح تستعمل الحدل أيضا في مجال تحسين خواص التربة في عمليات الأحلال، إضافة إلى أن الحدل تعتبر من أهم عمليات اللازمة لتثبيت التربة، سواء أضيفت مادة مثبتة لها أو مجرد حدل للتربة، أيضا تعتبر عملية مهمة جدا. زين، طرق الحدل عندنا طرق مختلفة للحدل. هسه احنا ذكرنا شنو يعني لنا الحدل، وشنو المجالات اللي ممكن نستعمل بها عملية الحدل. زين، شنو الطرق او ايه يعني هنا شنو الطرق اللي ممكن نستعملها في عملية الحدل؟ عندنا الحدل الديناميكي، حدل بالعجن، 4 طرق هنا: حدل ديناميكي، حدل بالعجن، وحدل بحمل ستاتيكي، إضافة للحدل بالهز. طبعا راح نتعرف على آليات الحدل أيضا في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ونذكر شنو كل آلية على أي نوعية من الحدل راح تعمل. حدل ميكانيكي ديناميكي، يتم حدل بواسطة دق بمطرقة تسقط من ارتفاع معين. أكو مطرقة لها وزن معين تبع طبعا ستاندرد، الوزن مالتها تعتبر ستاندرد بمواصفات معينة تبع لأشتو، طبعا هي لأن متخصصة بمجال الطرق. مطرقة لها وزن معين من مسافة معينة يتم دقها من ارتفاع معين طبعا محدد، حيث قطور المطرقة كم دقة هم يعني لازم محسوبة، فتعتبر هاي عملية حدل ديناميكي راح نعتبرها. حدل بالعجل، يتم الحدل بواسطة اختراق وافر للتربة، ثم يحدد بعض العجن في التربة أثناء اندماج، يعني يحاولون يعجنون كأنه مثل عملية عجن للتربة. عندنا الطريقة الثالثة، الحدل بحمل استاتيكي، حيث تحدل التربة في قالب تحت حمل استاتيكي. حمل استاتيكي يعني حمل ثابت تقريبا، يتم تسليطه على التربة وهي موجودة في قالب معين، بحيث يتم التخلص من الفراغات الموجودة بين التربة، وتتراس طبقاتها واحدة على الثانية، فتزداد كثافتها وتزداد تماسكها مع بعض، مو تماسكها يعني تلتصق الحبيبات مع بعضها البعض، فتزداد الكثافة في حال. طبعا هو أكيد في حالة الحدد راح تزداد كثافة التربة، على اعتبار احنا من نطرد الفراغات من التربة وزنها، بما ان حبيباتها راح تصير اكثر، فوزنها راح يصير اكبر خلال يعني حجم ثابت، فأكيد الكثافة مالتها راح تزداد. زين، الحدل رابع طريقة من طرق الحدل، الحدل بالهز، حيث يتم حد للتربة بتعريضها للاهتزاز. أثناء تعريضها للاهتزاز، يعني أكو آلة هزازة راح يخلوها على التربة، والتربة بما أنه راح تهتز فراح تفقد الفراغات وتنزلق الحبيبات واحدة على الثانية، فراح تتراصف طبقاتها واحدة فوق الأخ، وبهذا راح يعني التربة راح تنحدل بشكل جيد، وأكيد يعني راح تزداد كثافتها. زين، نكمل الموضوع الثاني، تأثير الحدل. هسه راح ناخذ تأثير الحدل على خواص التربة. زين، ليش نسوي الحدل؟ يعني هسه ذكرنا مجالات استخدامها، طرق استعمال، طرق اللي ممكن نحدد بها التربة. راح ناخذ الفقرة الثالثة اللي هي فقرة تأثير الحدل على خواص التربة، أهميتها، ليش احنا بدنا نستعملها. يزيد الحدل من مقاومة القصل للتربة. ثاني أهمية لها، يزيد قدرة تحمل التربة. قدرة تحمل التربة أكيد مر عليكم، قدرة تحمل التربة هي
يعني قدرة التربة على تحمل الأحمال قبل أن يحصل بها الفشل، قبل حصول الفشل فيها. كنا نسميها ultimate bearing capacity لو تتذكروها. فلكل تربة ultimate يعني قدرة تحمل معينة، ممكن نزيدها عن طريق الحدل، يخفض من قدرة التربة على ثالث أهمية، يخفض من قدرة التربة على الانضغاط والهبوط. طبعا كنا نسميها consolidation إذا تتذكرون بالمرحلة الثالثة، يعني الهبوط. كل التراب بشكل عام سواء رملية أو طينية أو شنو ما كان نوعية التربة راح يتعرض إلى نوع من الانضغاط والهبوط تحت تأثير الأحمال. ولا شيء أغلب شيء ليش يصير هذا النوع من الانضغاط والهبوط؟ لأن بما أنه أكو فراغات بين حبيبات التربة بتسليط الحمل عليها، الحبيبات راح تتقرب من بعضها وراح تفقد الهواء، فراح يصير هبوط بالتربة. من راح يصير هبوط بالتربة يعني راح يصير هبوط بالمنشأ، يعني نوع من أنواع الفشل يعتبر. أحيانا بين حبيبات التربة مو الهواء موجود، لا أكو، خصوصا التربة الطينية، بين حبيبات التربة توجد مياه، يعني حبيبات مياه. بمرور الزمن وتسليط الأحمال ممكن يصير تسرب بالمياه. من راح يتسرب المياه الحبيبات راح تقترب من بعضها، أكيد راح يصير هبوط كلش عالي بالبناية بالتربة، وبالتالي هبوط بالبناية ممكن يؤدي إلى، خصوصا إذا كان هبوط غير منتظم، راح يسوي فشل جدا واضح بالمنشآت. أكيد كلنا شايفيها هبوط وكنتوا ماخذيها، وكنا نقول دائما كراكس مات الهبوط تقريبا بزاوية 45 درجة، كلها ناتجة من هبوط التربة. فحل التربة طبعا في حالة الأبنية، يعني إذا أوضح لكم، لأن حل التربة تستعمل في الطرق، فإذا كانت التربة غير مضبوطة بشكل جيد أو فراغات بينها، بمرور الزمن وبزيادة الأحمال فرح من تفقدها هاي الفراغات وتتقرب الحبيبات من بعضها راح يسبب لنا فشل. فاحنا مسبقا ممكن نتلافاها بزيادة الحدل، يعني انه احنا نخليها مبكرا تفقد هاي الفراغات. فبعد بعد انشاء الطرق يعني هي اصلا فاقدة فراغاتها، فما سبب لنا فشل. ما ادري الفكرة واضحة عندكم لو لا، اي احد عنده سؤال يقدر يتفضل. إذا ما عندكم سؤال أكمل، وإذا عندكم تقدرون تسألون. رابع أهمية للحدل، يقلل الحدل من نفاذية التربة وبالتالي تنخفض قدرته على تسريب المياه، تسريب للمياه، لأن راح تقرب الحبيبات من بعضها فراح تقلل من نفاذيتها أكيد يعني. وإذا كانت تربة طينية فهي التربة الطينية نفاذيتها تكون عالية، نفاذيتها تكون قليلة، أمام التربة الرملية بما أنه راح تتقرب من الحبيبات من بعضها فأكيد راح النفاذية مالتها راح تقل. زين، العوامل المؤثرة على الحدل، هنا عدة عوامل ممكن تأثر على الحدل وناخذها بعين الاعتبار. من هاي العوامل المحتوى المائي، بزيادة طبعا المحتوى المائي تزداد كثافة الجافة إلى أن تصل التربة بمحتواها المائي إلى حد معين. بعدها كل ما زيدنا نسبة المياه بالتربة كثافة الجافة راح تقل، يعني راح يصير عكسي، يعني إلى حد معين من هسه راح نوضحها بالكيرفات، إلى حد معين من الزيادة للمياه كثافة الجافة راح تزداد. بس من نوصل يعني هي ما تبقى تزداد، يعني بزيادة نسبة المياه راح تزداد عندنا الكثافة الجافة، لا، توصل لحد معين وراها من نزيد راح نسميها نسبة المياه القصوى، يعني ورا هاي النسبة إذا زيدنا المياه، نسبة المياه كثافة جافة راح تنعكس، راح تقل بزيادة مستوى المحتوى المائي. زين، كمية الحدل أيضا تؤثر على الحدل. لكل تربة نوع معين مناسب لها من الرص أكيد، وزيادة طاقة الرص راح تزيد من كثافة الجافة القصوى، يخفض المحتوى المائي الأمثل. بصورة عامة زيادة طاقة الرص أو جهد الرأس تجعل المنحنى يتحرك شمالا إلى على، راح نوضح هذا أيضا بالمنحنى بكيف راح يجينا بعد شوية. زين، نوع التربة، كثافة الجافة القصوى تعتمد على نوع التربة، والتربة ذات الحبيبات الخشنة أكيد المتدرجة تكون كثافتها
الجافة قصوى أكبر من التربة ذات الحبيبات الناعمة، والطين له أقل كثافة قصوى، لأن حبيبات الطين تكون ناعمة على عكس الرمل مثلا تكون حبيبات الرمل نوعا ما أخشن، ولهذا كثافتها راح تصير كثافة القصوى لها راح تصير أكبر. زين، طريقة الحدل تؤثر أيضا على قيم الرس، وتشمل طريقة الرس، وطبعا تشمل طريقة الرس سواء كانت مختبرية أو حقلية على وزن المطارق. طريقة الحدل، من نذكر طريقة الحدل، إحنا بدنا نذكر سواء كانت الحدل أو طريقة الرس اللي إحنا نستعملها مختبرية أو حقلية، بشكل عام بدها تتأثر بوزن المطارق إذا استعملنا طريقة المطارق، وكيفية الرس، يعني طريقة الرس اللي استعملناها ديناميكي ستاتيكي أجن. زمن الرس أيضا مؤثر، ومساحة المعرضة للرس أيضا مؤثرة على عملية الرس أو الحدل. زين، أحد عنده سؤال؟ يا خامس عامل مؤثر هو الإضافات، أحيانا ممكن يستعملون إضافات تزيد من صفات الحدل وتحسن صفات الحدل للتربة. قبل أن نبدأ بخواص التربة، أحد عنده سؤال؟ طلاب عندكم سؤال؟ مفهوم عندكم؟ نعم استوعب. تمام، أكمل. خواص التربة، من الخواص للتربة المهمة اللي لازم نعرفها، يعني لازم نتعرف عليها حتى نعرف التعامل مع التربة، واختبار المعدات واختيار المعدات والمكان المناسبة لها للتربة اللي احنا يعني التربة اللي قدامنا راح نتعامل بيها. من الخواص المهمة الانتفاخ، وثاني خاصية الانكماش. الانتفاخ زيادة في حجم التربة بسبب حفرها، ويعبر عنه بنسبة مئوية من الحجم الأصلي. يعني أثناء ورا ما نحفر التربة أكيد راح يصير نوعا ما زيادة في حجم التربة، لأن التربة كانت سابقا قبل الحفر مرصوصة، يعني كأنه كانت محدولة، هي ما كانت محدولة بس كانت مرصوصة مع بعضها متصلبة. فأول ما راح نحفرها راح نشوف إنه يعني راح تدخل بها فراغات أكثر، صراحة تصير أنعم، أو راح تتفتت من الحبيبات بعض واحدة من الثانية، فراح تدخل بين الحبيبات هواء فراح يزداد حجمها، هذا ما نسميه بالانتفاخ. أما الانكماش هو عكس الانتفاخ، هو النقص الحاصل في حجم التربة نتيجة زيادة في كثافة الحاصلة في كثافة التربة نتيجة أحيانا أثناء الدفن، يعني خصوصا الدفن، يعني في الانتفاخ بسبب الحفر، لأن التربة كانت متراسة إحنا حفرناها، يعني خرجنا التربة فراح فازداد نوعا ما في فسبب لنا زيادة نوعا ما في حجم التربة. أما الانكماش لا، بسبب دفن التربة وحدلها أحيانا راح يصير عندنا نقص في حجم التربة، راح تتراصف مع بعض البعض، راح يصير كومباكت نوعا ما أكيد، يعني فما راح يصير كومباكت التربة، سمكها خلينا نقول أو حجمها راح يقل بسبب تراص الحبيبات مع بعضها. ويعبر عن الانتفاخ والانكماش بنسبة مئوية، ممكن حساب الانتفاخ والانكماش من خلال المعادلتين الآتية موضحة أمامكم. طبعا نسبة الانتفاخ ناخذها بي على ال ناقص 1 في 100، بي هو وزن طبعا نرمز لها اس دبليو اللي هو النسبة المئوية للانتفاخ، بي وزن التربة قبل الحفر، ال وزن التربة نعتبرها من مقياس الضفة أخذتها بالمحاضرة السابقة، و ال وزن التربة بمقياس الرخو طبعا ناقص 1 مضروب في 100. معامل الانكماش ممكن ناخذ 1 ناقص بي على سي في 100، بي مثل ما ذكرنا وزن التربة قبل الحفر، وسي وزن التربة بعد الحفر، بعد الحدل عفوا، يعني مو بعد الحفر، بعد الحدل. والحدل من نقص الحدل مو مجرد دفن، لا، ندفنها وبعدين نحدلها بوحدة من آليات الحدل، فراح يكون وزنها يختلف.
ناخذ مثال حتى يتوضح عندنا القانونين فوق، بالنسبة المئوية للانتفاخ والانكماش للتربة. منطي لنا المثال وزن التربة قبل الحفر ووزن التربة بعد الحفر، وزن التربة بعد الحدث ذكرنا نسبة الانتفاخ ناخذها وزن التربة قبل الحفر على وزن التربة بعد الحفر. قبل الحفر 1474، وراء الحفر بعد الحفر 1217 ناقص 1 نضربها في 100 طلع لنا النسبة المئوية 21%. أما نسبة الانكماش ذكرنا 1 ناقص وزن التربة قبل الحفر على وزن التربة بعد الحدل. قبل الحفر 1474، بعد الحدل 1730 نضربها في 100 تطلع لنا النتيجة 15%. طريقة سهلة وتطبيق مباشر على القانون. فحوصات التربة توجد طبعا نوعين من فحوصات التربة، مختبرية وحقلية. تتضمن أخذ عينات من التربة حتى نعرف خواصها مثل كفاءة التربة وإيجاد الرطوبة ونسبة الرطوبة اللازمة لإعطاء أعلى كثافة لازمة. من الفحوصات المختبرية، من الفحوصات مثل ما ذكرنا أكو عندنا فحوصات مختبرية أكو عندنا فحوصات حقلية. زين، الفحوصات المختبرية أكيد هي الفحوصات اللي تجرى بالمختبر، تسمى بفحوصات البروكتر القياسي وبروكتر المعدل، إضافة اللي تستخدم لإيجاد الرطوبة المثلى وأعلى كثافة رص للتربة، ويمكن أن تسمى أيضا الرص القياسي والرص المعدل. راح جدول اللي راح نشوفه راح يبين لنا الفرق بين البروكتر الستاندرد والبروكتر الموديفايد او القياسي والمعدل. زين، احنا ذكرنا اكو عندنا طريقه رص بالهمر او بالديناميكي، راح يعتمد على ثقل يتم ضربهم على ارتفاع من ارتفاع معين، راح يكون الهامر ويت مالتها بالنسبه طبعا طبقا لاشتو الطريقتين يعني ستاندرد وموديفايد. الهامر وزن الهامر بطريقة الستاندرد 5.5 باوند للفوت، وبالنسبة للموديفايد 10، يعني اكو فرق في الاوزان. من مسافة الدروب ديستانس، مسافة الاسقاط للحمل اللود للهامر، راح يصير 12 انش بالستاندرد و18 انش للموديفايد. انرجي بالنسبة للستاندرد 12400، بالنسبة للموديفاي 56000. نمبر اوف لايرز، عدد الطبقات التربة اللي يتم حلها 3 طبقات في طريقة الستاندرد وطريقة الموديفايد 5. زين، الشكل الأعلى راح يمثل لنا علاقة محتوى منحنى الرص بمحتوى المائي. طبعا مثل ما ذكرت بزيادة المحتوى المائي مثل ما تشوفون هنا الووتر كونتنت ومن فوق الجاما دراي، بزيادة محتوى نسبة الماء بتزداد عندنا الجاما دراي إلى أن تصل لحد معين المستوى المائي اللي هنا ازداد. وراء هذا الحد اللي هي أقصى محتوى مائي أو محتوى الماء القصوى، وراء هذا الحد تقريبا خلينا نقول إذا هو 4% 0.4% مو مهم إيش قد المستوى 25%، وراء هذا المحتوى زيادة الماء راح يسبب لنا نقصان في الجاما دراي. وهنا راح يوضح لنا شكل المنحنى ما بين بعملية الرص ما بين الموديفايد والستاندرد. بالنسبة للموديفايد بزيادة الرص، بزيادة الرص راح ينزاح تقريبا إلى الشمال يعني فوق وعلى على اليمين يعني على اليسار في الإزاحة. زين، هاي العلاقة راح توضح لنا منحنى الرص، علاقة منحنى الرص بنوع التربة. بنوع التربة راح نشوف كل ووتر كونتينت منها والجاما دراي، نسبة الجاما دراي. بالنسبة للجرافل نحتاج ووتر كونتينت أقل حتى ينطينا جاما دراي أعلى. أقل ووتر كونتينت للجرافل من بين أنواع التراب، مع العلم أن الجاما دراي مالتها أعلى قيمة.
بالنسبة للساند مقارنة بالجرافل راح يحتاج واتر كونتنت أعلى، وبالمقابل راح ينطينا جاما دراي أقل للسيلت، وهكذا إلى أن نجي للطين بينطينا جاما دراي أقل قيمة للجاما دراي اللي هي كثافة الجافة بالطين، مع أنه نسبة محتوى الماء بالطين هي أعلى شيء. الطلاب عندكم أحد عندكم عنده سؤال في شيء ما مفهوم؟ نجي على ثاني نوع من الفحوصات. احنا هسه قبل شوية ذكرنا الفحوصات المختبرية، بس هسه نوع ثاني والفحوصات الحقلية تعتبر من أهم الفحوصات طبعا، لأن تجرى بالحقل، وأغلب شيء هي الفحوصات الحقلية تجرى. الفحوصات الحقلية هي مجموعة من الفحوصات يتم استخدامها في موقع العمل لمعرفة مدى وصول الحدث إلى الكثافة المطلوبة، حيث أن نسبة الحدث يتم حسابها كالآتي. يعني شنو؟ يعني إحنا تجي آليات لموقع العمل وتحضر التربة قبل إنشاء الطرق طبعا. زين إحنا شو مدرينا إنه الحد اللي حدل، يعني الآليات مشت وحدلت الطريق، شو مدرينا هو وصل للمدى المطلوب؟ لو بعد ما واصل أكيد بإجراء التجارب، بأخذ العينات وإجراء التجارب حتى نعرف إنه قدر يوصل للحد المطلوب لو ما قدر. طبعا بالنسبة للشركات المقاولة ورمى تجري عمليات الحدل، الوزارات اللي مرتبطة بها الشركات المقاولة، أكيد المهندس المشرف راح يجي ياخذ عينات حتى يتأكد أن الطريق كان محدود بطريقة زينة ولا لا. هذا الإجراء موجود طبعا. ممكن ناخذ طبعا نسبة الحدل من جاما فيلد اتفيت على جاما لابراتوري، يعني الجاما الحقلية، الجاما الموجودة بالحقل، العينة اللي أخذناها من الحقل نفحص الجاما مالتها ونقسمها على الجاما التربة تم حدلها بالمختبر. طبعا أكيد الجاما تم حدلها بالمختبر أو رصها بالمختبر، الجاما مالتها أعلى من جاما أتفيلد. طبعا يطلع النتيجة تقريبا 95%، لازم أتوقع حسب ما أتذكر أنه 95% هو نسبة الحد المسموح، يعني مسموح به، أقل نسبة حد المسموح بها 95% حسب ما أتذكر، إذا مش غلطانة 95%، واللي أقل منه راح يرفض، يعني لازم يصير نسبة الحد أكثر من 95%. RC هو الحد النسبي. هناك عدة طرق قياس الكثافة الحقلية. شنو طرق قياس الكثافة الحقلية؟ طريقة فحص الرمل، طبعا الطلاب اعتبروا هاي الطريقة طريقة هوم ورك ورفعوها ويا الهوم وركات، لأن هي طريقة سابقة وماخذيها ميكانيك التربة، هي كمراجعة جيبوا لي اياها هوم ورك. الطريقة الثانية راح تاخذوها طريقة الفحص النووي، يعني شو الأمور؟ هوم ورك يعني مو شرط هوم ورك، شو اسمه، مسألة حسابية تقدرون تجيبوا ليها كتعريف موجود الطريقة، تجيبوا ليها شنو الآليات اللي يستعملوها. يعني شو التقرير عبارة عن تقرير نرفع للشباب بالكلاس روم أي بس ولا؟ ما أريد، يعني هي عبارة عن ورقة واحدة، يعني ما أريد تقرير كلش، يعني ما أريد سيمينار جدا واسع، يعني سيمينار قليل. اذكر لي طريقة رص التربة، فحص التربة يعني في الحقل. تمام. اعتبروه عمر. زين طريقة الفحص النووي، في هذه الطريقة لإيجاد كثافة التربة ونسبة الرطوبة، احنا ذكرنا انه الفحوصات الحقلية سواء الحقلية او المختبرية احنا نستعملها لإيجاد كثافة التربة ونسبة الرطوبة حتى نعرف كمية الحدث كانت مناسبة او لا. في طريقة الفحص النووي يتم إيجادها بشكل مباشر دون أخذ عينة من التربة للمختبر. ممكن يعني ما نحتاج حتى ناخذ عينة، هو راح نستعمل جهاز راح يعطينا نتائج بشكل مباشر بحيث نقدر نوضعها على التربة. اكو فد راح الجهاز راح يستعمل أشعة جاما عندها مقاييس مثبتة على الجهاز، واستعمالها لمنحنيات المعايير الخاصة بالجهاز راح نقدر نوجد الكثافة والرطوبة للتربة ونعرف نسبة الحدث كانت مقبولة أو لا، مثل ما أوضح أمامكم بالصورة. بس أكيد إحنا بدنا نستعمل الطريقة البدائية، ما نستعمل هاي الطريقة الجهاز النووي. زين عندنا ثاني عملية من العمليات الإنشائية اللي تجرى على التربة هي تثبيت التربة
بكاملها لحد هسه راح اخذ العمليه الثانيه هي تثبيت التربه. طبعا ممكن نعرف التربه بانه مجموعه من تثبيت التربه، ممكن نعرفها بانه مجموعه من العمليات التي تستخدم لترسيخ التربه وزياده مقاومتها للاحمال المسلطه عليها. يعني نحسن من خصائص التربة الفيزيائية والميكانيكية حتى نقدر نرسخ التربة، يعني نثبت التربة بشكل جيد بحيث تقدر تقاوم الأحمال المسلطة عليها. تقريبا نفس فكرة ال ومو نفس الحدث بس تقريبا نفس، يعني هو زيادة مقاومة التربة للأحمال. زين، عندنا عدة طرق ممكن نستعملها لتثبيت التربة. أول طريقة هي خلط ومزج التربة. خلط ومزج التربة هي كأنه إحنا بدنا نقلب التربة ونمزجها حتى نحسن خواصها، وهي عملية مزج التربة وخلطها بعد حفرها من موقعها باستخدام مجارف ميكانيكية، والغرض من هذه العملية إعادة مزج التربة وزيادة تجانسها. طبعا الصورة بتوضح أمامكم شلون بيسوون عملية مزج للتربة بعد حفرها، خلط لمكونات التربة. زين، ثاني طريقة هي تثبيت التربة باستخدام الأسفلت. طريقة موجودة مستعملة حيث يتم إضافة نسبة من الأسفلت للتربة، نسبة تقدر من 5 إلى 7% من حجم التربة لزيادة استقرار التربة. في بعض الأحيان قبل استعمال الأسفلت يتم استعمال مواد ناعمة للتربة لملء فراغاتها قبل إضافة الأسمنت. تستعمل هذه الطريقة في السطوح النهائية للطرق الثانوية القليلة الاستعمال، يعني مو على كل الطرق الثانوية. استخدام الأسمنت في تثبيت التربة أيضا طريقة مستعملة بشكل واسع، هي أحد الطرق الشائعة في تثبيت التربة خصوصا في التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الطين أو الغريان. نضطر نضيف لهذا النوع من التراب اسمنت بتقدر بنسبة 5 إلى 7% من وزن التربة، وتتم العملية من خلال خلط التربة بالسمنت، حيث يتم بعد ذلك حل التربة، وأثناء الحدل يتم رش التربة بالمياه في حال كون كمية إذا كانت كمية الرطوبة قليلة بالتربة، ومدة الحدل تكون تقريبا خلال 30 دقيقة من عملية الخلط. إذا أحد عنده سؤال يقدر يسأل. أحد عنده سؤال؟ تمام ماك مش خلاص تمام إحنا محاضرتنا إن شاء الله تنتهي اليوم، لأن مكان حد للتربة راح ناخذها المحاضرة الجاية، لأن المحاضرة اللي وراها صح اليوم محاضرة قصيرة، بس المحاضرة اللي وراها راح نتعرف على الخرسانة، وأنا ما أريد المادة الخرسانة تصير ضمن المادة التطبيقية، لأن محاضرة المادة التطبيقية مثلا تعرفون هي محاضرة كلش قليلة، وموضوع الخرسانة أحب إنه تصير شيء متسلسل ويا شيء، لأنه موضوع كلش حلو، إن شاء الله راح ناخذها حتى تقدرون تفهموها أكثر. فلهنا تنتهي محاضرتنا طلاب، إذا أحد عنده سؤال يقدر يسأل. أوقف التسجيل، عندكم سؤال؟